للعام التاسع على التوالي ينطلق في تمام الساعة 8 مساء اليوم مهرجان أضواء الشارقة 2019 رحلة أضواء، ويستمر حتى 16 من فبراير الجاري. وينظم المهرجان بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين من خلال عروض ضوئية يستضيفها أشهر الصروح المعمارية بالإمارة. وينضم إلينا في نقل مباشر من بلدية مدينة الشارقة الزميل وليد الأصبحي لتغطية آخر لحظات قبل افتتاح مهرجان أضواء الشارقة. تفضل وليد. شكرا زميلي عبد السلام. نعم، نحن حاليا هنا متواجدون أمام مبنى بلدية مدينة الشارقة. اليوم تنطلق فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان أضواء الشارقة، أضواء تنير سماء الشارقة بالإبداع والتألق والجمال، تنير صروح الشارقة العلمية والثقافية والأدبية. لدينا اليوم العديد من الفعاليات، وسوف تنطلق بعد قليل في تمام الساعة 8. وللحديث أكثر حول تفاصيل انطلاقة مهرجان أضواء الشارقة في دورته التاسعة، ينضم معنا سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الماء التجاري والسياحي بإمارة الشارقة. بداية نرحب بك سعادتك، تكلمنا اليوم بعد قليل سيكون الافتتاح، ما هي الأجواء لديكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله وتحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعد قليل ستنطلق فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان أضواء الشارقة هنا من مبنى بلدية مدينة الشارقة، هذا الصرح المعماري الضخم والمهم في إمارة الشارقة من حيث طبعا التصميم كذلك والتفاصيل والتضاريس المعمارية الموجودة في هذا المبنى، وإن شاء الله ستكون انطلاقة مميزة لهذه السنة لسنة 2019 على تحت شعار الثقافة والعائلة. جميل جدا. طبعا سيكون الحضور بحضور سمو ولي عهد الشارقة بالتأكيد. نعم صحيح، إن شاء الله سنتشرف بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهدنا أبي حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي وعدد كبير من الشيوخ والمسؤولين والجمهور في الحقيقة في عرض الافتتاح اليوم إن شاء الله. جميل. سعادتك اليوم إذا تكلمنا حول جديد الدورة التاسعة لمهرجان أضواء الشارقة، هناك إن شاء الله عروض مميزة واستثنائية هذه السنة، أبرزها طبعا إذا تحدثنا عن العروض الحية التي ستكون مصاحبة للمهرجان في منطقة بحيرة خالد، فهناك عروض حية مصحوبة بالألعاب النارية ولمدة تقريبا 40 دقيقة يوميا من بعد الساعة 9 مساء على الماء، وعروض مميزة على الماء يعني. جميل. نعم، فهذه إضافة مهمة هذه السنة، وبالإضافة إلى استخدام تقنية لأول مرة نستخدمها في تاريخ مهرجان أضواء الشارقة، وهي تقنية حديثة وجديدة، وهي تقنية الليزر. تقنية الليزر ستستخدم في الواجهات الداخلية للقصبة إن شاء الله. سعادتك اليوم كيف بإمكان الجمهور معرفة تفاصيل مهرجان أضواء الشارقة وأين هي مواقعها؟ نحن طبعا نقول دائما أن هذا المهرجان للجمهور، وهذا المهرجان لجميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وزوارنا كذلك من خارج دولة الإمارات للاستمتاع بهذه الأجواء المليئة بالفن والإبداع والابتكار والتصاميم هذه الخلابة والعروض المرئية والمسموعة التي ستكون إن شاء الله مصاحبة للمهرجان من خلال 17 موقع مختلف. يمكنهم طبعا زوارنا ومشاهدينا التعرف أكثر من خلال موقعنا الإلكتروني slf.ae، هذا موقع فيه تفاصيل كافية إن شاء الله وافية لتعريفهم بكل الخدمات والمرافق والعروض والمواقع والتوقيت وغيرها من الخدمات إن شاء الله المطلوبة، ونتمنى من الجميع أنهم يشاركونا في هذه الأيام في هذا المهرجان، مهرجان أضواء الشارقة. سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بإمارة الشارقة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الجميلة. إذن مشاهدينا الكرام، كان معنا ضيفنا الكريم، وهذه هي التفاصيل قبيل انطلاق مهرجان أضواء الشارقة في دورته التاسعة. الدورة هذه ستنطلق في تمام 8 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، والدعوة موجهة لكم جميع مشاهدين أخبار الدار للحضور والاستمتاع أو بمشاهدة البث المباشر الذي سوف يكون بعد نشرة أخبار الدار مباشرة. هذا كان كل ما لدي هنا في قلب الحدث. أعود إليك زميلي عبد السلام الحمادي لإكمال ما تبقى من نشرة أخبار الدار.